هذا سائل يقول: سماحة الوالد، نحن نحبكم في الله، هل من كلمة حث لطلاب العلم وحاجة الأمة لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة كما سمعتم، ولكن إعادتها وذكرها مرات ومرات لا شك أنه أكثر فائدة وأرسخ في الأفهام، ولا شك أن تكرار العلم والتعليم والوصايا النافعة أنه أمر مفيد ولا يمل. فعلى كل من علم شيئا من هذا الدين يجب عليه أن ينشره، فيكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب على كل من بلغه شيء من هذا الدين ومن هذا الحق أن يبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومن وفي الحديث: من كتم علما ألزم بلجام من النار يوم القيامة. الله يسألكم عما تحملتم وما بلغكم من هذا الدين. ولا يكفي أن الإنسان ينتفع بنفسه ويهتدي بنفسه، بل عليه أن يبلغ الآخرين. فهذا الدين ليس لك وحدك، وهذا العلم ليس لأحد خاص، إنما هو للجميع. وكل من بلغه شيء من هذا الدين أن يبلغه للناس، خصوصا أنتم أيها الطلاب الذين جئتم من بلادكم تطلبون العلم وتلتمسون الخير. ونسأل الله لكم التوفيق والإعانة. عليكم إذا رجعتم إلى بلادكم أن تنشروا هذا العلم وهذا الدين حتى يهدي الله على أيديكم من يشاء. وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تنبهوا وفقكم الله إلى هذه المهمة العظيمة، أن تحملوا العلم وتعملوا به وتبينونه للناس، تدعون الناس إليه. فلو أن كل طالب بلغ ما بلغه من هذا العلم لانتشر الخير في الأرض، ولاندحر الشيطان وجنوده، لن نقله بالحق على الباطل فيدمغه. فلله وزاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقوموا وفقكم الله في بلادكم لنشر هذا العلم وهذا الدين وهذه العقيدة الصحيحة. قوموا بنشر ذلك في بلادكم لتكونوا دعاة خير ورشاد. والله جل وعلا يوفقكم، والعلم يزيد مع العمل به ومع تكراره وتدريسه ودراسته، يزيد العلم بذلك. نعم. هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ، هل توجد علاقة بين الشائعات والإرجاف؟
الإرجاف من الشائعات، تبع الشائعات، لا يكون إرجاف إلا من الشائعات، هي سبب الإرجاف. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. هذا سؤال يقول: سماحة الوالد، هل قول الشيطان يوم أحد قتل محمد يعتبر من الشائعات؟ وما علاقة ذلك بقوة المسلمين زمن الفتن؟ لا شك أن قول الشيطان قتل محمد أنه من نشر الضلال ونشر الكفر وتيئيس الناس من الخير. قال قتل محمد فأسقط في أيدي المسلمين إلى أن تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ وحماية وفي أمن وإيمان. فعند ذلك اندحر المشركون واندحر المنافقون واندحرت الشائعات الكاذبة. هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بعض الناس ينشر مقاطع لبعض ولاة أمور بعض الدول الإسلامية وكذلك العلماء في برامج التواصل الاجتماعي ويسخر منهم، فهل يعد هذا من عمل الخوارج؟ نعم، هذا من عمل الخوارج، هذا هو عمل الخوارج الذين يحثون الناس على الغلو، على الغلو في الدين وعلى الخروج على ولاة أمور المسلمين. هذا عمل الخوارج، والخوارج ما انقطعوا، موجودون ويستمر وجودهم لأجل الابتلاء والامتحان. نعم. هذا سؤال يبدو أنه من الأخوات، تقول السائلة: سماحة الشيخ، ما نصيحتكم للمرأة المسلمة وخصوصاً المتعلمة والمنتسبة لهذه الجامعة في تعاملها مع الإعلام وما يبث فيه للمحافظة على أسرتها وبيتها وبلادها؟ هذه فائدة العلم النافع، أن المتعلمة عليها أن تقوم بإصلاح نفسها أولاً ثم بإصلاح أهل بيتها ومن تحت يدها، فإنهم رعيتها. قد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في مال زوجها، مسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولي الأمر ليس له شأن في البيوت، ما هو يدخل البيوت، مسؤولية البيوت على القائمين عليها، ما هو مسؤول عنها ولي الأمر داخل البيت، مسؤول عنه قيم البيت. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: بلادنا المباركة بلد التوحيد والقرآن والسنة تواجه حملة شرسة من الشائعات والإرجاف والأكاذيب والغيبة والبهتان، وذلك نحن نعلم أنه يقينا لما تتمتع به من إيمان ومعتقد صحيح وأمن وأمان ولحمة بين المواطن وولي الأمر، فما واجب الجميع
تجاه ذلك، وخصوصا العلماء وطلبة العلم. الواجب عظيم هو هذا، وهو يسير على من يسره الله عليه، وذلك بأن يقوم بنشر العلم ونشر الخير، ويكون قدوة صالحة في نفسه أولا، ينشر الخير وينشر العلم. ما يكفي أنك تختزن العلم فينا في صدرك وتحرم الناس منه، هو ليس لك وحدك، العلم للناس جميعا، فعليك أن تقوم بنشر ما علمك الله وما عرفت من هذا الدين الحق، أن تبينه للناس. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم. هذا سؤال يقول: دعاة الفتن يسعون لنشر الشائعات، فهل التحذير منهم ومما يفعلونه يعتبر من الغيبة؟ من النصيحة، هذا هو من الغيبة، هذا من النصيحة، التحذير مما يبثه أهل الشر وبيان ذلك للناس، هذا من النصيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولسنة رسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. هذا سؤال يقول: سماحة الوالد، ما هو واجبنا تجاه الشائعات التي تخص ولاة الأمر والعلماء؟ علينا أن نبين للناس فساد هذه الشائعات ونحذرهم منها، هذا واجبنا نحوها، ولا نسكت ونتركها ونقول لغيرنا ونتواكل في هذا، كل عليه واجب بقدر استطاعته أن يبين وأن يوضح للناس هذا الدين وهذه العقيدة الصحيحة، ورد الشائعات ورد الكذب والافتراء على أهل الخير وعلى أهل الصلاح. نعم. هذا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بكم وجمعنا بكم في دار كرامته، نعلم ما تواجه المملكة العربية السعودية من حملة شرسة تقلل من جهودها، ونعلم أن هذه الحملة كاذبة، فما هو واجبنا تجاه هذا البلد المباركة؟ واجبنا أن نرد هذه الشائعات وهذه الدعايات المضللة، وأن نبين بطلانها ونحذر منها في هذه البلاد وفي غيرها من عموم بلاد المسلمين، أن نقاوم هذه الشائعات وهي زائلة بإذن الله، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فنواجه هذه الشائعات بتكذيبها والرد عليها، لأننا إذا سكتنا عنها ظنها الجهال أنها حق وانتشرت وشاعت، هذا لا يجوز السكوت عليه أبدا ممن عنده مقدرة على دفعه ورده، ومن ليس عنده مقدرة يبلغ أهل العلم ويبلغ أهل الشان ليردوا عليه. نعم. هذا سؤال يقول: نصيحتكم لمن ينشر في وسائل الإعلام كل ما يصل إليه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن ينشر كل ما وصل إليه، بل عليه أن ينشر الحق الذي ينفع الناس ويرد الباطل الذي يضر الناس، يميز بين هذا وهذا، وإن كان لا يستطيع هذا فإنه يبلغ من عندهم الاستطاعة لمقاومته. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان. نعم. هذا يبدو أنه سؤال من طلاب المنح، فحياهم الله ونفع الله بهم ونشكرهم على حضورهم وجدهم واجتهادهم وتفاعلهم في كثير من المناسبات واللقاءات. يقول: هل على طالب الطالب المبتدئ أن يدعو في بلاده وكذلك أن يعلق الناس بالدعاة الذين يسيرون على السنة النبوية؟ نعم، عليه ذلك، عليه أن يدعو بقدر ما عنده من العلم أن يبلغه للناس، وعليه أن يوجه الناس إلى العلماء وإلى دعاة الحق ليستفيدوا منهم وليسألوهم. نعم. وهذا سؤال يقول: ما المنهج الشرعي للمسلم في التعامل مع الفتن، خاصة مع كثرة الأخبار والشائعات؟ عليه أن يرفض الفتن والشائعات، وأن يحذر منها، وأن يبين فسادها لئلا تروج عند الناس، يكون مبينا ما فيها من الشر ويحذر منها، غاية التحذير. نعم. هذا سؤال يقول: سمعنا كثيرا من بعض العلماء المحققين أن غيبة ولي الأمر، ويدخل في ذلك الشائعات والأكاذيب، من أكبر الكبائر، فكيف يوجه ذلك من سماحتكم حفظكم الله؟ غيبة ولي الأمر هذا منهج الخوارج الذين هم أضر على الأمة من غيرهم، فولي الأمر يدعى له بالتوفيق والتسديد ويناصح فيما بينه وبينه. من أراد منكم نصيحة لولي الأمر فليأخذ بيده وليبدي له، فإن قبله الحمد لله، وإلا فقد برئت ذمته. نعم. هذا السؤال يقول: سماحة الوالد حفظك الله، تسعى بعض الحركات والتنظيمات المتطرفة الخارجية الإرهابية لزعزعة المجتمعات وتشكيكها في عقيدتها، وخصوصا في هذه البلاد الغالية، فما توجيهكم في التحذير من هؤلاء؟ هذا كما يحذر الناس من شرها، ولا يسع السكوت على هذه الأمور. نعم. هذا سؤال يقول: يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فما تفسير هذه الآية؟ تفسير هذه الآية والله أعلم أن الأمور العامة التي تمس المجتمع وتمس العقيدة وتمس أمور الدين أنها لا يسكت عنها، لا يسكت عنها ولا تذاع بين الناس، ولو كان أنك ما تراها أمس لا تنشرها بين الناس، ولو أنك ترى كذبها وبطلانها لا تنشرها ولا تذيعها أمام الناس، عليك أن تكتمها كأنها لم تكن. نعم. ويقول: ما المقصود بأولي الأمر في هذه الآية؟ أولي الأمر طائفتان، أولي الأمر أهل العلم في مجال العلم، وأولي الأمر أيضا الأمراء والساسة في أمور السياسة، كل في مجاله، فما يتعلق بالسياسة هذا تبلغه لأولي الأمر، وما يعني للأمراء والمسؤولين، وما يتعلق بأمور الدين والعقيدة هذا تبلغه لأولي الأمر وهم العلماء. نعم. هذا سؤال يقول: ما هو رأي سماحتكم
فيما تبثه وتدعيه بعض القنوات المعادية المغرضة، وفي مقدمتها ما يسمى بقناة الجزيرة، وما هو المطلوب منا تجاه هذه الشائعات التي تغلقها ويتضح منها الغل والحقد والكراهية والحسد لأهل هذه البلاد؟ هذا ليس بغريب من أهل الباطل أنهم يتألبون على أهل الحق وعلى دعوة الحق وينشرون الشائعات والإرجافات. ماذا فعلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصاً في غزوة الأحزاب؟ الأحزاب الذين تجمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر القبائل يريدون طمس هذا الدين والقوى على هذه الدعوة، وحاصروا المسلمين في المدينة إلى أن فرج الله للمسلمين، صبروا إلى أن فرج الله لهم فأرسل ريحاً كفأت قدور أهل الباطل والغزاة وقلعت خيامهم وحصبتهم، وأرسل ملائكة تلقي الرعب في قلوبهم فرحلوا خائبين. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فما يضر المسلمين إذا تمسكوا بدينهم ونصحوا لله ورسوله، ما يضرهم أي شيطان وأي عدو. إن كان ضرر في الدنيا فيزول، لكن تكون لهم العاقبة والثواب عند الله عز وجل، وإلا الغالب أن الله ينصرهم في الدنيا والآخرة. نعم. شكر الله لسماحتكم، لكن الموقف من مثل هذه القنوات هل يتابعها الإنسان ويشاهدها ويصدق ما تبثه، أم أنه يتركها ويبحث عما هو ما يدمج فيه الخير والدعوة إلى الألفة والمحبة؟ هذا بحسب ما يقوم به الإنسان نحوها. إن كان يستمع وينظر إليها ولا يقاومها ولا يحذر منها ولا، فهذا لا يجوز أبداً، السكوت على الباطل لا يجوز ولا يدخل فيها، يغلقها أمامه. أما إذا كان يتابعها ليرد عليها وليبين ما فيها ويحذر منها فهذا حق، ولا يجوز الجبن أمامه، بل يجب الشجاعة أمامه ورد كيده. نعم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ العلامة والدنا، نحن طلاب معهد إمام الدعوة نرحب بك ونقول في سؤالنا: ما عقوبة ناشر الشائعات في الدنيا والآخرة؟ عقوبته والعياذ بالله الوعيد الشديد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجزاؤهم أن الله يخزيهم في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. نعم. هذا يقول: بورك فيكم وفي علمكم سماحة والدنا، إذا علمت أن أحد طلبة أحد المشايخ الذي أدرس عنده يبدع ويكفر ولي الأمر، فهل أخبر الشيخ بذلك أم يعتبر ذلك غيبة؟ تنصحه أولاً، فإن كف عن هذا الشيء وقبل النصيحة الحمد لله، وإن استمر فعليك أن تبلغ ولاة الأمور عنه. ما يكفي تبلغ الشيخ، بلغ ولاة الأمور ليأخذوا على يده. نعم. هذا سؤال من طلاب المنح أيضا، يقول: نحن في بعض الدول الإسلامية يوجد
من يقف في وجوهنا في الدعوة إلى السنة ومنهج السلف الصالح، فكيف نتعامل مع الدعوة هناك، وما هي الوسائل التي يمكن أن نستفيد منها في مثل هذه الحالات؟ عليكم بالثبات على دينكم وعقيدتكم، ثم عليكم بمقاومة هذا الباطل حسب استطاعتكم، وعليكم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، تصبرون على ما أصابكم من جراء بيانكم للحق ودعوتكم إلى الله، تصبرون على ذلك وهو في ميزان حسناتكم. نعم. هذا سؤال يتعلق بما نعيش في هذه الأيام من هذه الخيرات والأمطار والبركات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها صيبة نافعة، وأن يعم بنفعها البلاد والعباد، وأن يتبعها بما هو خير منها. يقول: هناك من يحذر من استخدام كلمة أمطرنا أو مطر، لأنها وردت في القرآن بمعنى العذاب في غالبها، فهل هذا القول صحيح؟ هذا مطر رحمة ليس مطر عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحسر عن رأسه حتى يصيبه المطر، ويقول: مطرنا برحمة الله، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرم. نعم. هذا سؤال أيضا من طلاب المنح، يقول: إننا نأتي وندرس في هذه الجامعة عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد يكون من بيننا من لا يستفيد فيما يطرح عليه عبر المقررات والمناهج، ثم يرجع إلى بلده ولا يستفاد منه، وقد يدعو بأمور خلاف ما تعلمه، فما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟ نصيحتنا لهذا وأمثاله أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعملوا بما علمهم الله من الدين الحق والعلم النافع، يشكروا الله على ذلك لأنها نعمة من الله عليهم، فعليهم أنهم يقبلون على طلب العلم برغبة واحتساب، وأيضاً يبلغون ما تحملوه من هذا العلم لمن هو بحاجة إليه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لطلب العلم كلهم يجون يتعلمون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يتفقهوا في الدين أولا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يروهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يقابلوهم بالعنف والقسوة ويقولون: أنتم كفار، أنتم ضلال، أنتم كذا. لا، يقولون: الحق هكذا، وهذا هو سبيل الحق، وهذا هو الصراط المستقيم، وعليكم بلزومه وترك ما خالفه. نعم. هذا سؤال من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء والذين يتابعون المحاضرة عبر البث، يقول وفي مقدمتهم عميد الكلية الذي نبارك له تكليفه بهذه العمادة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، يقول: ما دور طالب العلم في مواجهة التنظيمات والأحزاب والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وخصوصاً تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي الذين يلبسون على الناس؟ عليه أن يبين ما علمه الله للناس، ينشر علمه الذي تعلمه من هذه الدراسة التي انتسب إليها وتعلم من خلالها، أن ينشر ما علمه الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فعليه أن يجتهد في هذا ولا يسكت
ويحرم قومه من سبب الهداية ومن التعليم، ينشر الخير في بلده. ولو أن كل طالب علم رجع إلى أهله بلغهم هذا الخير ودعاهم إليه حصل الخير الكثير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. هذا سؤال ورد أيضا من الأخوات الكريمات في مدينة الطالبات، يقول: ما رأي سماحتكم في من ينشر آراءه الشخصية وتحليلاته فيما يحدث في زمن الفتن ويعد ذلك من حرية الرأي والتعبير؟ ليس هذا من حرية الرأي ولا التعبير. حرية الرأي تضر، ما هو الدين بالرأي؟ الدين بالعلم النافع والعمل الصالح، ما هو بالرأي، وإنما هو بالعلم الذي أنزله الله على رسوله وبالعمل الصالح بهذا العلم والتواصي بالحق. نعم. نختم بهذا السؤال الذي ورد أيضا من أحبابنا طلاب المنح، وما أجمله من سؤال فيشكر السائل. يقول: أحسن الله إلينا وإليكم، لماذا يحارب أعداء الإسلام حكام بلد التوحيد وعلماء؟ ليس هذا يا أخي بغريب. حورب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ساحر وقيل كاهن وقيل كذاب وقيل فيه وقيل معلم مجنون إلى غير ذلك، وما ضره ذلك ولا وقف هذا في طريقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من اقتدى به من علماء هذه الأمة فلا بد أن يلقى ما لقيه رسول الله والرسل من قبله. لكن ما دام أن الإنسان على حق وعلى دين فإنه يصبر، والعاقبة للمتقين.